ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه النهارده؟ وحشتوني من امبارح لحد النهارده. شكرا جدا على المشاهدات وشكرا جدا على الاشتراكات، ويلا اشتركوا تاني وفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديده انزله يوصل لكم. امبارح كان الفيديو مع ماما، النهارده الفيديو هنا في شقتي لوحدي. النهارده هقوم اعمل اكله، هو اول مره اعملها سمك، وهنضفه وهقليه وهطبخ رز وكده، وهشوف رد فعل عبد الله جوزي، فربنا يستر ويا الاكل يطلع مظبوط. هصور لكم رد فعله برده. يلا تعالوا معايا نشوف الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، بحبكم جدا. يلا بينا. هنا بقى كنت انا دخلت المطبخ وكنت حطيت السمك في الميه علشان يفك، لان هو كان اصلا في الفريزر، فانا طلعته من الفريزر وحطيته في الطبق ده وحطيت عليه ميه علشان يفك. ده سمك اسمه سمك سيوف، بيبقى سمك كده طويل قوي وبيتنضف في تنظيف كده بالسلكه، بس طبعا انا خليت عبد الله جوزي ينضفه لي بره. هو لازم يتقطع، فانا قطعته بالمقص وكنت بنضفه تحت الميه. انا كنت نضفته، انا طبعا عايده على تنظيفه تاني. هنا كنت خلاص صفيته من الميه، وكنت هحط عليه بقى معلقه ثوم، ودي البهارات اللي جنبها، دي التتبيله بتاعت اي سمك بيتعمل، معلقه ثوم وبهارات ملح وفلفل وكمون، فحطيتهم عليه. وهعمل السمك كده بايدي علشان البهارات والتتبيله كلها تدخل جوه السمك، فانا بعملها بايدي علشان التتبيله كلها تدخل جوه السمك. هنا بقى كانت خلاص التتبيله، كنت خلصت التتبيله بتاعته، وهسيبه بقى شويه علشان يشرب التتبيله كويس جدا عما انا اكون عملت الرز. هنا بقى كنت خلاص جبت حله وحطيت فيها زيت، وكنت مستنيه ان الزيت يسخن بقى كويس عشان احط الشعريه. هنا بقى خلاص كنت انا حطيت الشعريه بقى، وهبدا اقلبها علشان تبدا تاخد لون واحط عليها الرز. فانا هنا بقى قاعده اقلب فيها علشان تاخد لون، اول ما الاقي اخدت لون احط الرز. طبعا ده رز بشعريه، حاجه سهله جدا واي حد يعرف يعمله. هنا بقى حطيت الميه وكنت غسلت الرز خلاص، وكنت بصفيه بقى في المصفى وهحطه عليها وهقلبه جامد علشان ان اللي يبقوا مع بعض يعني يختلطوا مع بعض كده، وغطيت عليه بقى كده وسبت. الفيديو بتاعنا النهارده من المطبخ، من مطبخي طبعا المتواضع الجميل. انا عملت لكم الرز اهو، ايديكي قوي. عملت لكم الرز اهو، صور الرز. معلش يا جماعه اعذرونا بس عشان عبد الله ما يعرفش يصور لسه عشان في الاول. فالنهارده بقى هعمل السمك اهو، انا قطعته، انا اللي مقطعاه على فكره، انا اللي حاطه التوابل بتاعته دي، فتعالوا معايا وانا بقليه، فربنا يستر. عبدالله عشان انا بخاف اكسر الحاجه، هو اللي كان هيكسرها. طلع لي الطبق ده. جماعه احنا لازم علشان يطبخ لازم نخليه يساعدنا شويه، فهو عبدالله لازم يساعدنا، مش هياكل على الجاهز. هنا بقى كنت جبت مقلايه وحطيت فيها زيت، وكنت عاوزاه يسخن علشان اقلب سمك. انا على فكره مصوره حته قوي لما انا عملت الدقيق في السمك وكده، بس للاسف هي ما اتحفظتش. هنا بقى كان بدا السمك ياخد لون، بدا يصفر كده، فكنت بقلبه على الناحيه التانية. السمك ده بيتقلى بسرعه جدا، ما بياخدش وقت خالص خالص خالص، يعتبر اصلا اسهل اكله يعني في الدنيا كلها، فكانت بالنسبه لي اكله سهله جدا، وكانت اول مره اعملها فكنت حابه الموضوع جدا. هنا بقى كنت بقلبه الناحيه التانية علشان ياخد لون الجنب التاني. هنا عبد الله حبيب قلبي كان عامل لي الطبق التحفه ده عشان احط عليه السمك. اهم حاجه والله ان جوزك يساعدك ويكون بيشاركك في كل حاجه، فدي بتبقى حاجه حلوه جدا، فعبد الله دايما بيعمل معايا كده. انا هنا كنت بقى بحط السمك عليه، وكده كان نهايه شكل الطبق خلاص يعني، بجد كان طعمه حلو قوي بجد يعني، وعبد الله ساعدني كتير جدا. هنا كان خلاص بقى بغرف الرز، خلاص الاكل خلص، كنت بغرف بقى الرز علشان ناكل وكده، فكان بصراحة عاجبني جدا. هي اكلة بسيطة وسهلة، بس انا فرحانة جدا ان انا عرفت اعملها وان انا عرفت اظبطها، ففرحانة جدا بكده، كان بجد طعمها حلو قوي. ده بقى كان شكل السفرة الاخير، بجد انا عاش جدا وتسلم ايدي. اشكر اكتر. الله اعظم. بجد اكلها حلوة قوي. تحسوا بيقولها تحت التهديد. هنا بقى عملنا كوبايتين شاي جامدين جدا. كده الفيديو بتاعنا خلص النهارده، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك عشان اي حاجه نزلها لكم توصل لكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي.